اتصلنا على الشركه، الشركه بعثوا لنا راجل هنا بعربيته بالفنتر وخدناه، خدنا الفنتر وركبناه بسم الله ما شاء الله، ما بينش نتيجه الا بعد شهرين. ايوه، واللي راوي الجهاز بسم الله ما شاء الله غير تغيير جامد يعني. نعم، مينا قال انا مركب جهاز اللي هو دلتا وتر، اخذت النمره بتاعت الدكتور محمد وكلمته، والراجل مشكورا بعت لنا الجهاز في عربيه مع مهندس ركبه لنا، والحمد لله زي ما انت شايف. لذلك احنا لما جبنا جهاز ركبناه على بير، عندنا بيرين ركبناه على بير، حتى الاسبوع اللي فات كنا بنتسهروا من احنا ربنا سهل حال نركبه جهاز على البير الثاني من النتيجه اللي ظهرت في الارض. لما تمسك الثمره كده في اختلاف فيها؟ طبعا الثمره نفسها طبعا في اختلاف في الحمل وفي اختلاف في الشجره وفي اختلاف في زياده الحبايه في الطرح وفي كل حاجه. جبت الجهاز السنه اللي فاتت بسم الله ما شاء الله، كان في بدايته، النتيجه اثمرت من السنه اللي فاتت، والسنه دي بسم الله ما شاء الله الارض زي ما حضرتك شايف اهوت. حضرتك انت يمكن لاحظت التغير من سنه ونص لغايه النهارده. انا بقى اللي في المزرعه كل يوم، لا فعلا في تغير كبير جدا، في تغير في عدد الثمار، في شكل الاوراق، ما فيش تساقط في الاوراق، قل بنسبه كبيره جدا، لان طبعا هنا الميه هنا ارتوازي فيها نسبه ملوحه برضو مهما كان، مش زي الماء البحاري. ما كنتش مصدق، بس احنا كان الشجر اصفرت فاول ما ركبناه شهر بالظبط لقينا بسم الله ما شاء الله الارض غيرت خالص. والله